بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، باسمه نتوكل ونستعين. الانطلاقات تتواصل وتتجدد بهذا المساء بانطلاقة واندفاعة سن الحقائق. نذهب إلى المقدمة لنجد الصدارة الشبابي فهيد بن سالم بن فهيد فهيد بن سالم بن فهيد الزبدان المري من يتقدم مع البداية ومع المركز الأول. المركز الثاني نجد وقاد محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني من يتقدم مع وقاد. المركز الثالث لنجد الشعار القادم والواصل مع المستوى الثالث، هذا نعم الشارد أحمد بن محمد بن فهد الخاطر من يتقدم مع الشارد. المركز الرابع لنجد هنالك السيف سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت من يتقدم مع السيف. المركز الخامس لنختم النداء وصل الباز علي بن جابر بن علي الجرحى بالمري. هكذا هو نداؤنا للمراكز الخمسة المتقدمة، عودتنا نحو البداية نحو الشبابي فهيد بن سالم بن فهيد الزبدان المري من يتقدم مع الشبابي. ولكن وقاد قادم محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني من يتقدم ويحضر مع وقاد بالمستوى الثاني. المركز الثالث نعم الشارد أحمد بن محمد بن فهد الخاطر من يتقدم ويحضر مع الشارد. المركز الرابع السيف سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. والمركز الخامس وصل ذاهب عبد المحسن بن طالب بن علي القربوعي المري من يتقدم مع ذاهب بالمستوى الخامس. هكذا هو النداء للمراكز الخمسة المتقدمة، من بغى الفوز والانتصار فليتقدم نحو البداية. نعود إلى وقاد، إلى من غير، إلى من بدل مع البداية. هذا وقاد محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني من غير مع البداية مع بساط المقدمة من يقود الأسماء. ولكن الشبابي مع المستوى الثاني، الشبابي مع مركز الوصافة فهيد بن سالم بن فهيد الزبدان المري. وشعار الخاطر قادم، شعار الخاطر قادم هنالك مع الشارد بالمستوى الثالث أحمد بن محمد بن فهد الخاطر. والمركز الرابع السيف سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. والمركز الخامس ذاهب شعار بن عمارة. نعود إلى البداية، نعود إلى وقاد محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني من يقود الأسماء ويتقدم مع البداية. ولكن شعار الخاطر مع الشارد أحمد بن محمد بن فهد الخاطر، والسيف مع المركز الثالث، وذاهب بن عمارة مع المركز الرابع، والشبابي بالمستوى الخامس. ولكن وقاد مع البداية، وقاد مع المقدمة مع المركز الأول، والشارد مع المركز الثاني. ولكن وقاد مع البداية مع المركز الأول. روح يا مالك وقاد محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني من يقود الأسماء حتى هذه اللحظات. والشارد شعار الخاطر أحمد بن محمد بن فهد الخاطر. وصل ذاهب بن عمارة عبد المحسن بن طالب بن علي القربوعي المري من يتقدم مع ذاهب. ولكن وقاد مع البداية، وقاد مع الصدارة مع المركز الأول محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني. وشعار بن عمارة قادم، وأيضا الشعار القادم مع المركز الثالث. أوه مسعف سعيد بن نابت بن محمد بن خيل العامري، وأيضا مذخور سعيد بن محمد بن سعيد آل نابت المري. ولكن إلى وقاد وصل مسعف سعيد بن نابت بن محمد بن خيله العامري. وشعار النابت هنالك مع مذخور قادم سعيد بن محمد بن سعيد آل نابت المري. يا سلام لمن الفوز، لمن الانتصار مع انطلاقة شوطنا الثامن عشر. مسعاف مذخور ولكن مسعاف مع البداية، مسعاف مع المقدمة. سعيد بن نابت بن محمد بن خيله العامري من يتقدم، ومذخور قادم. مذخور
الاخور قادم سعيد بن محمد بن سعيد اللابث المري، ولكن مسعف، مسعف مع البداية، مسعف مع الصدارة، مع الفوز، مع نقطة هذا الشوط ليعلن الانتصار. سعيد بن نابت بن محمد بن خيله العامري المركز الثاني، وصل مذخور سعيد بن محمد بن سعيد النابت المري المركز الثالث. المركز الثالث وصل وقاد محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني المركز الرابع. المركز الرابع وصل ذاهب عبد المحسن بطالب بن علي القربوعي المري المركز الخامس. لحظات حتى نتعرف مع المركز الخامس. المركز الخامس وصل الشارد أحمد بن محمد بن فهد الخاطر من كان مع المركز الخامس. نعود بالتهنئة والناموس إلى مالك مسعف سعيد بن نابت بن محمد بن خيله العامري من فاز وانتصر. التوقيت الزمني 6:07:32 المركز الثالث وصل مذخور المركز الثاني وصل مذخور سعيد بن محمد بن سعيد آل نابت المري أدى عرض يشكر عليه. التوقيت الزمني 6:07:52 المركز الثالث. لحظات الوصول وصل وقاد محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني. التوقيت الزمني 6:12:59 ثانينا والناموس لجميع الفائزين.